وللحديث عن ذكرى مجزرة السنك والخلاني في بغداد واستمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق مع الأزمة السياسية الحاصلة والصراع بين الميليشيات، معنا من كوبنهاجن عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. أهلا بك ومشاهديكم الكرام. مر عامان على هذه المجزرة التي قتل فيها العديد من الأبرياء ولم تجرى تحقيقات جدية أو محاكمات لقتلت متظاهري تشرين كما وعدت حكومة الكاظمي، هل تتوقع أن تجرى تلك التحقيقات والمحاكمات العادلة؟ بالتأكيد لا، لأنه الكاظمي هو جزء من العملية التي قامت للانتقاص وتطويق ثورة تشرين. عادل عبد المهدي عندما شكل اللجنة العليا الأمنية كان ضمن وزارات الدفاع والأمن الوطني والداخلية ورئاسة المخابرات والحشد، فكان الكاظمي من مهماته داخل هذه اللجنة هو العمل الاستخباري الحاد، ومن أهم واجباته هو تشويه ثورة تشرين بارتباطاتها الإقليمية والدولية. هذه من جهة، فإذا هو جزء من العملية وهو جزء من عملية قتل الثوار، وكل شاهد زور وكل شاهد لا يؤدي بشهادة يؤدي شهادته أمام الناس وأمام الحق وأمام القانون يعتبر مشارك في الجريمة. فإذا الكاظمي هو مشارك في هذه الجريمة فلا يمكن له أن يكشف القتلة. فأعلنت كثير من المحاكم أنه فلان قاتل لكنه لا يمكن محاكمته علنا، وبالتالي لا يمكن عقابه ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبة، لأن الجهة التي تمارس عملية القتل ضد الثوار هي جهات أعلى من الدولة وأعلى من الكاظمي، والكاظمي جزء لا يتجزأ منها وهي تؤمره وتسيقه. والكاظمي اعتمد عملية تسويق المهم للعراقيين بشعارات فضفاضة ليس لها نصيب من الواقع، مثلا قال أنا يعني سأحاكم القتلة، وهذا لم يحدث ولن يحدث في ظل هذا النظام. تأخير محاكمة القتلة ومحاسبتهم سيد عبد الله، هل يعكس أن الحكومة متورطة في هذه الجريمة أم أنها عاجزة عن ملاحقة الجهات الفاعلة فيما لو لم تكن متورطة فعلا؟ مثل ما ورد في تقريركم الكريم أنه التنسيق الحاصل ما بين الحكومة وبين القتلة، هم إذ الحكومة جزء منها، الحكومة هي جزء من وهم والقتلة أعلى من الحكومة، هو الحكومة خاضعة لهم، فالحكومة جزء منهم، والتنسيق الحاصل ما بين القتلة الميليشياويين والحكومة واضح للعيان، يعني يعرفه ثوار تشرين ويعرفه الإعلام ويعرفه كل السياسيين. نعم. طيب، مع تصنيف هذه المجزرة سيد عبد الله بأنها مجزرة السلك والخلاني في بغداد بأنها كانت إحدى المجازر المروعة في الآونة الأخيرة بحق الشباب العراقيين، إلى أي مدى يؤكد ذلك للشارع العراقي الذي قاطع الانتخابات مقاطعة كبيرة جدا منذ الاحتلال الأمريكي حتى الآن لم تشهد مقاطعة مثل هذه المقاطعة، بأنه فقد الأمل في تلك الأنظمة والحكومات التي تعيد تدوير نفسها في الانتخابات حتى أنها تفشل في هذه الإعادة من التدوير؟ تأكيدا لما تفضلت بحضرتك وتقريركم أن الثوار تشرين حددوا هذه الحركة وهذه التصنيف السياسي لها ورادوا إسقاط العملية السياسية بأكملها، لأن لو عددنا مجازر التي حصلت ضد الشعب العراقي منذ 2003 إلى اليوم سنعجز عن يعني عن حصادها بشكل سليم وصحيح. هذه إحدى أهم المجازر اللي هي جاءت خلال ثورة تشرين، وأعلنت السلطة أنها ستحمي الثورة ولكن أيضا قامت بهذه. فبالتأكيد الجماهير تعرف تماما أنه هذه السلطات وهذه الأنظمة المتعاقبة على حكم العراق وحتى ما قبل الانتخابات وما بعدها هذه لن تستطيع تحقيق مطالب الشعب العراقي ومطالب ثوار تشرين. نعم. طيب، طالما أن هذه الانتخابات لن تغير شيئا من الواقع، لماذا يصرون على إجرائها ويتصارعون حول نتائجها وتشكيل حكومات جديدة ومحاصصات وما إلى ذلك، طالما أن الواقع لا يتغير؟ يعني حتى العالم يعرف أستاذ عبد الله بأن شيئا ما لن يتغير. المهمات التي جاءت
جاءوا بها وكلفوا بها الكاظمي هو الحفاظ على النظام السياسي والعملية السياسية، وببقاء هذه العملية السياسية لن يتغير شيئا مطلقا لصالح الشعب العراقي. ولذلك العالم الذي يناصر الشعب العراقي يرفض، أما العالم الآخر اللي هو أمريكا وبريطانيا وإيران لا تريد الخير للشعب العراقي، تؤيد هذه العملية السياسية وتؤيد بقائها، وبالتالي الشعب العراقي وثوار تشرين يعرفون جيدا أنه بدون إسقاط هذه العملية السياسية لا يمكن إحداث تغيير، لا في هذه الانتخابات ولا بعدها، ولا قبل الانتخابات ولا بعدها، وما يحصل ما بعد الانتخابات هو أسوأ بكثير مما حصل سابقا. نعم، مع كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب العراقي ومع فقدانه لأمل محاكمة ومحاسبة وملاحقة الجناة، إلى أي مدى تحولت هذه الثورة وتحول شبابها، خاصة هناك شرائح كثيرة انضمت في الشهور الأخيرة، إلى أمل للعراقيين، أمل في التغيير الحقيقي للعراقيين؟ أسباب ثورة تشرين لم تكن طارئة ولم تكن وليدة الصدفة، بالتأكيد تراكمات الفساد والمحاصصة والنظام التوافقي الموجود. فالمقدار والشعب العراقي يعرف تماما أنه الثورة لا بد منها وستأتي ثمارها حتما، لا يوجد تغيير ثوري في ظل أنظمة دكتاتورية وتوافقية استعمارية حقيقة. لم يكن التحرر بدون تضحيات لشعبها، فكل الشعوب التي نالت حريتها نالتها بدمائها. يعني هذه ليست ثورة تشرين الأولى، لكنها الأشجع ما بين الثورات، لأن ثوار تشرين يعرفون تماما الفارق الشاسع ما بين إمكانياتهم التي السلمية تماما، وما بين وحشية الميليشيات والحكومة وتعاونها معها والنظام الفاسد هذا. أشكرك جزيلا بن كوبنهاجن السيد عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.